الله خيرا من علماء ورثة الأنبياء، وأن الله تهيأ للأمة لأمة الإسلام على فترات الضعف وعلى رأس كل قرن علماء يجددون الأمة دينها، ومن هم العلماء والدعاء المجددين في عصرنا الحاضر؟ ابن كثير رحمه الله ورث أن يكون المجدد شخصا معينا، ففي كل عصر فيجدد في مادة من المواد، هذا يجدد في التفسير، وهذا يجدد في علم القرآن، وهذا يجدد في الحديث الشريف ومصطلحه، وهذا يجدد في الأصول والفقه، وهذا يجدد في اللغة العربية والدعوة إلى أهلها والتمسك بها ومحاربة ما يضعفها أو يكذب تركها وهكذا. ويكثر هذا على رأس كل 100 سنة، يكثر هذا على رأس كل 100 سنة كما جاء في الحديث. هذا يجدد في كذا، وين يجدد اليوم بحمد الله كثير من هذا العصر في اخر العصر الماضي في اول هذا القرن، انواع منهم يجدد في الحديث الشريف، ومنهم يجدد في الفقه الاسلامي والدعوه الى اخر الدليل، ومنهم يجدد في التفسير والقران، فله لا نحصيهم. ونعتقد ان اخانا في الله الشيخ محمد الصديق الالباني من مجددين الحديث الشريف والدعوه الى عنايه به، واخونا الدكتور محمد تقي الهلالي في المغرب من هذا الصنف الذي يدعون الى التوحيد والعلم بالعقيده السلفيه ويحذرون من الخرافات والعقائد الباطله. هناك جماعه كبيره لا تقل فيهم خير من الدعاه التابعين لهذه السياسه، وهم جنب غفير خرجوا من الجامعه ولهم نشاط في الدعوه الى العقائد السلفيه، وهناك جنب غفير في انحاء المملكه من الدعاه التابعين لنا وغيرهم، وهناك جنب غفير في باكستان بحمد الله والهند من اهل الحديث ومن اصحاب العقيده السلفيه، كلهم مرجو فيهم خير. ونظن فيهم انهم ان شاء الله من